اهلا بحضراتكم من جديد. الفقره دي هي الفقره الاقرب لقلبي، هي الفقره اللي انا بجد بعزها. ليه؟ لانها في صلب تخصصي، في مجال تخصصي طب وجراحه الفم والاسنان. الفقره دي هنتكلم عن البيدو دونتكس او طب اسنان الاطفال. هنتكلم فيه عن اشهر المشاكل اللي بتواجه الاطفال لحظه واثناء تكوين الاسنان اللبنيه بتاعتهم، وازاي ننظف الاسنان دي، ولو طفل فضل يبكي ويشتكي من الم في اسنانه المفروض نعمل ايه، وامتى نزور الطبيب. هتشرفني وتنورني في الفقرة دي ضيفتي في الاستوديو دكتورة هالة الجنيدي، اخصائي طب وجراحة الفم والاسنان. نورت طبيب الاسنان والاذهان. الله يخليك يا فندم، شكرا. شرف لينا يا فندم. شرف ليا. عايز اسالك اول سؤال، امتى اسنان الاطفال بتبدا تظهر؟ طيب، هو عموما اسنان الاطفال بتبتدي تظهر من 6 ل 9 شهور، يعني لو بدري مثلا شويه ب6 شهور عادي، على 9 شهور بتبتدي تظهر، وبعدين بتنتهي كده التبديل على 2 سنين، معناها لحد 3 سنين مفيش مشكله خالص في الموضوع ده. طيب انا لو قبل الفتره دي لقيت اسنان بدات تظهر، هل ده يسبب مشكله ولا لا؟ في اصلا اطفال اول ما بيتولدوا باسنان، بس ده لازم تروح تتخلع عند الدكتور عشان دي بتاثر على الرضاعه وبتعمل مشاكل بعد كده في الرضاعه، يعني اثناء الرضاعه، وبتبقى طيب. اصلا مش من الاسنان اللبنيه. طيب بعد قد ايه تقريبا لو لقيتش اي سنه في الاورال كافيتي بتاع الطفل ده ابدا ازور اول الاسنان او ابدا التدخل الطبي بعد قد ايه تقريبا؟ طبعا 10 شهور كده، 11 شهر لازم اروح للدكتور عشان اطمئن، لان هي المفروض اخرنا 9 في ان هي بتدي ايه الاسنان اللبنيه تظهر اول 2 سنين تحت، تمام، وبعد كده بقى بنتوالى بقى 2 سنين فوق وهكذا، الفكين بيكملوا يعني. تمام. طيب يعني الدكتور بتقول عند 10 شهور لو مفيش اسنان بدات تظهر المفروض نروح ونزور طبيب اسنان عشان هو يحدد ايه السبب وايه المشكله ونبدا في علاجها. طيب السؤال الثاني، اسنان الدوسنتوستيس ما بتشتغل او الاسنان اللبنيه ما بتظهر والمورفولوجي بتاعها، هل لازم ازور طبيب الاسنان ولا لا؟ هو بصراحه مش شرط خالص، يعني كده كده الاسنان بتطلع مع نفسها ومش محتاجه اي حاجه، ودي طبعا حاجه عمليه طبيعيه جدا بفضل الله، مش بتحتاج تدخل مننا خالص، بس هي الفكره ان احنا بنبتدي نحتاج نزور الدكتور لو لاحظنا اي تغير في لونها او ان هي ظهر عليها اي تسوس او اي حاجه، او الطفل نفسه بدا يشتكي. طيب انما دكتور، دايما احنا بنشوف انه اسنان الاطفال هي اكثر عرضه للتسوس واكثر عرضه للالم، ده ايه السبب؟ طبعا هو في الوقت الحالي هي فعلا اكتر عرضه للتسوس نتيجه طبيعه الاكل والشرب بتاع الاطفال وبتاع المجتمع ككل. دلوقتي بدا تعرض الاسنان اللبنيه يزيد في التسوس عشان طبيعه الاكل ان هي ستيكي فود، الحاجات كلها اللي بتتاكل من السوبر ماركت والاكل اللي هو الستيكي اللي هو الكيك والشوكولات والبسكوت وكل الحاجات دي والشيبسي والكاراتيه ونوعيات العصاير نفسها، لما بتتراكم على الاسنان بيبتدي بقى ايه يحصل السوسه تنشط وبتدي بقى الاسنان تسوس اسرع ما يمكن، يعني كمان بيجي لنا 5 سنين يعني او 4 سنين وثلاث سنين لسه الطفل مبدل، يا دوبك اديله 2 3 سنين كده وكذا ضرس عنده للاسف مسوس، واوقات كمان في اسنان مسوسه من قدام، وممكن برضو الاسنان تسوس نتيجه طريقه الرضاعه الغلط، يعني نتيجه الرضاعه مثلا اثناء النوم سواء طبيعي او صناعي. يا حضرتك عايزه تقولي ان ممكن الام تبدا ترضع ابنها وبسبب الرضاعه دي تسوس ينشط او الكاريز نفسها بتكون بشكل اسرع؟ طبعا، لان اثناء الرضاعه الطفل بينام بعدها فبيبقى فيه جزء من اللبن متكون في البق، فده بيساعد وبينشط التسوس انه يحصل اكتر، وخصوصا على الاسنان في الفك العلوي او الابر تيست، عشان بس السليفر جلاند قليله في الجزء ده، فبيبتدي صحيح. ايه فبيبتدي الاسنان تنشط، السوسه تنشط فبتعمل مشكله في الاسنان. اول ما لاحظ ظهور اي تغير في لون الاسنان او اي شكوى، هو مش هيبقى في اي شكوى قوي قبل الظهور، اللون هو اللي هيتغير اكتر، لازم الجا للطبيب على طول عشان الحق الاسنان قبل ما يحصل فيها مشكله وتتاكل كلها. يا حضرتك دكتور بتقولي لامهاتنا اللي بيسمعونا حاليا انه مش شرط تستني لما الطفل يبدا يشتكي، يبدا يبكي، يبدا يتالم من الكيرس دي او التسوس ده، حضرتك اول الام تشوف اي تغير في لون السنان الطبيعي تبدا تروح لطبيب الاسنان، صح كده؟ تمام، طبعا، ولازم تتابعه اول باول وتبص في بقه اول باول. طيب انا لو عايز احط كده تعريف بسيط، الرضاعه الخاطئه هي لما بنسيب بواقي لبن في الفم ولا ايه بالظبط؟ لا، هو مفيش مشكله طبعا ان هي ترضع في اي وقت، لان الطفل مش بيبقى ليه مواعيد، هي الفكره كلها ان احنا بننظف اسنان الطفل قبل النوم مباشره، ان احنا الام وهي اول ما يظهر الاسنان عند الطفل سواء 2 سنين سواء اي عدد اسنان، مش شرط ان الفكين يكون اكتملوا في الاسنان، بتجيب شاشه وتلفها على صباعها، تمام، وتبلها ميه وتحطها تنظف بيها اسنان الطفل كلها من جميع الاسطح،
تمام. تاني معلش، نجيب شاش، شاشه وتلفها على صباعها، شاش ونلفه على ايدنا. اه الام هي اللي بتعمل كده، وتبل الشاش ده ميه، وبتدي ايه تنظف اسنان الطفل من كل الاسطح اللي بياكل عليها، من الاسطح البرانيه ده قبل النوم، عشان اثناء النوم الكرز ما ينشطش او التسوس نفسه ما ينشطش، ويعمل مشكله ايه للطفل بدري قبل ما يكون لسه اتمتع، او المفروض ان هو لسه مش هيبدل دلوقتي اصلا. تمام. طيب دايما في مقوله كده هي شهيره بس ما اعرفش مدى صحتها بقى، بيقول لك انه احنا ما نلجاش للخلع في الاسنان اللبنيه بدري بدري، ممكن نعالج الخلع او ناجل الخلع شويه، هل ده صحيح ولا عادي؟ لا طبعا، ده من اهم الحاجات اللي بتجينا دلوقتي، والامهات احنا عايزين نصحح الحته دي بالذات عند الاسر المصريه كلها، في ان احنا ايه دايما لما الاسنان بتسوس في الطفل وهو صغير، ودايما انا لسه بقول ان الام بتبقى ملاحظه الطفل، نبتدي لو في اي تسوس او في اي مشكله في الاسنان نروح عند الدكتور عشان نحشيها، لان الاسنان مش بتبتدي تبدل غير عند 6 سنين، 6 سنين ده اللي هيبدل عندها الاسنان الاماميه، وغالبا اللي بيبتدي عندنا تسوس اللي هي الاسنان الخلفيه اللي هي الضروس. صحيح. فاول ما الاحظ اي تسوس تمام، ودايما بيكون في الاسنان الخلفيه اللي هي الضروس، ابتدي اروح عند الدكتور ولازم احشيها. لو حشيناها بدري هتفضل مستمره في بق الطفل لحد ما يجي يبدل، وهتبقى الدنيا ماشيه طبيعيه خالص، والحشو مش بيأثر على عمليه التبديل الطبيعيه، وما بيكونش فيه اي مشكله. الخلع بقى هو اللي بيسبب لنا مشكله فيما بعد. يعني خلع الاسنان اللبنيه هو اللي بيسبب المشكله؟ اه طبعا، خلع الاسنان اللبنيه بدري عن ميعاد تبديلها، يعني احنا المفروض مثلا عندنا الضرس مثلا هيبدل من 10 ل 11 او 10 ل 12 سنه، الضروس اللي هي الخلفيه ابتدينا احنا نخلعها عند 5 6 7 سنين كده، يبتدي بقى الاسنان الدائمه تطلع، مش هتلاقي مكان لان المكان بتاعها هيبقى اتاخد، فهتبتدي بقى يبقى فيه انعوجاج في الاسنان الدائمه، غير ان الطفل اصلا مش هيعرف ياكل في الفتره دي، انت لو قعدت تخلع له ضرس من كل جنب هيبتدي مش عارف اصلا يمضغ ولا ياكل، وهيبلع الاكل سليم، بلس بقى ان زي ما قلت لحضرتك الاسنان الدائمه هتطلع فيما بعد كلها معوجه وشكلها راكب فوق بعضها ومش ظريف خالص، وهنضطر نعمل تقويم اللي هيتكلف فلوس كتيره جدا مقارنه بالحشو اللي احنا كنا هنحشيه بابسط من كده بكتير، وما كانش هياخد الوقت اللي هياخده التقويم طبعا. يعني دكتور هالة الجنيدي عايزه توصل للناس اللي بتسمعنا مسج معينه، حضرتك لو استنيتي على الطفل ده وقلت مش ضروري الاسنان دي اللبنيه، مش مهم ان انا احشيها، مش مهم ان انا ازور طبيب الاسنان دلوقتي عشان ما تكلفش فلوس، هنضطر للاسف، اسفين يعني، احنا كاطباء اسنان او كمشروع اطباء اسنان هنضطر بعد فتره هناخد من حضراتكم فلوس اكتر من كده، لانه ده هياثر على الاسنان الدائمه، وهنضطر نعمل تقويم بمبالغ ضئيله ومبالغ مهوله، وترجعوا تقولوا لنا ان اطباء الاسنان بياخدوا فلوس كتيره واطباء الاسنان بياخدوا مننا نفقات كتيره. طيب دكتور اخر سؤال معايا، عايز اسالك، هل لو انا لاحظت في الاسنان اللبنيه او اي ام لاحظت في اسنان طفلها في اعوجاج او في عدم انتظام للاسنان، هل تبدا تروح لطبيب الاسنان ولا ده مش ياثر خالص على تكوين الاسنان الدائمه؟ يعني السؤال بصيغه تانية. ده انت قصدي حضرتك على الاسنان اللي هي الديسيدوس تيس اللي هي اللبنيه لو فيها انعوجاج؟ بالظبط كده. هو غالبا الاسنان اللبنيه بتطلع كلها منتظمه وشكلها زي الفل، هي المشكله كلها عندنا في الاسنان الدائمه، حتى لو الاسنان اللبنيه فيها مشكله عاده مش هتفرق معانا قوي، لان مده مكوسها في البق او قعدها مش كتير، اللي هيفرق معانا الدائمه اللي هي هتكمل مع الانسان اللي بقت عمره ان شاء الله باذن الله، فهي دي المشكله. اول ما لاحظ ان الابن بدا يبدل والاسنان فيها اي مشكله اعوجاج او اي مشكله لازم اروح للدكتور، عشان في مشاكل طبعا احنا فكرتنا عن التقويم ان احنا بنقول بعد ما خلص تبديل، لا غلط تماما للاسف، في مشاكل كتير بتتحل قبل ما نخلص تبديل، وكمان في مشاكل بتتحل عند 4 و5 و6 سنين، اللي هي مثلا لو طفل بيمص صباعه او اي في مشكله بيتنفس من بقه، الكلام ده كله طيب بيعمل. نكرر تاني معلش، طفل بيمص في صباعه؟ طفل بيمص في صباعه مثلا، بيتنفس من بقه، الام بتلاحظ ان هو بيبقى فاتح بقه وهو نايم دايما، اي حاطط حاجه في بقه دايما يعني عنده مشاكل كده في التنفس، لازم اروح عند الدكتور باقصى سرعه، وخصوصا مص الاصابع عشان بيسبب لنا مشكله فيما بعد. احنا دي ممكن نتغلب عليها واحنا صغير والطفل صغير جدا، ونحل مشكله كانت ممكن تاخد معانا سنين فيما بعد. فدايما ان هو هيحصل مشكله في الفك، تمام، مص الصبع بيبوظ شكل الاسنان تماما مع شكل الفك، تمام، لان في قوات يعني مؤثره على الاسنان زي اللسان وزي الصوابع، فالحاجات دي بتبوظ لنا الدنيا، والتنفس طبعا لو من الفم برضو دي مشكله، المفروض ان الطفل بيتنفس من ايه، من مناخيره الطبيعي. لو لاحظنا ان الطفل بيتنفس من الفم، احنا طبعا ده اولا هنحوله الاي ان تي اللي هو الانف واذن، نشوف لو في مشكله اوكي هنعالجها انف واذن، لو ما فيش مشكله هنتجه بقى للاسنان ونصلحها بقدر الامكان وهو صغير عشان ما يحصلش مشكلة
مشكله في الاسنان الدائمه فيما بعد، ونحتاج ان احنا نقعد فيها فتره طويله في تصليحها. بس وفي بقى حاجه مهمه جدا لازم، يعني نفسي بقولها للامهات، اللي هي فكره الاكل اللي من بره. يعني احنا بقدر امكاننا نقلل من الستيكي فودز اللي هي كل الحاجات اللي بتاكل من بره، زي ما قلت الشوكولاته والكيك والبسكوت والشيبسي والكاراتيه، كل الحاجات للاسف دي مضره جدا على المعده وبتعمل ديدان، ده كالصحه ككل، وعلى الاسنان بقى بشكل خاص طبعا، ان هي بتتراكم عليه بيحصل تسوس للاسنان اسرع. طيب دكتور، عايز اسالك، للاسف دلوقتي الفاست فود او الجنك فود هو اللي احنا كلنا عايشين عليه، يعني نتكلم بصراحه شويه. تمام. طيب ايه البدائل اللي كده؟ يعني ايه البدائل اللي كده؟ ماشي، اوكي، هو احنا عايشين عليه بس مش لازم نعيش عليه طول الفتره، ومش لازم ناكله بشكل كبير جدا. يعني ماشي، احنا مش هنقدر نمنعه بس نقلله بقدر الامكان، بلس بقى ان احنا نزود فرشه ومعجون، دايما نبقى ملتزمين فرشه ومعجون بالنسبه للكبار كمان، ودينتا الفلوس اللي هو الخيط الطبي ده عشان يخرج كل البواقي الاكل اللي بين الاسنان اللي مش بتوصل لها الفرشه والمعجون. الاطفال لازم بعد ما مرحله الام تنتهي في تنظيف الاسنان بالشاش والميه اللي احنا اتكلمنا عليهم في اول حلقه، المفروض بقى ان هي بتعلمه يمسك الفرشه ازاي من سن سنه ونص او سنتين، ومش شرط حتى عليها معجون، المهم ان هو يمسكها وتعلمه يمسكها ويغسل، ولازم يغسل دايما قبل النوم عشان حتى لو واكل اوريدي ما يبقاش فيه بواقي في بقه فتعمل لنا مشكله اثناء النوم. يعني دكتور هاله بتقول ايه؟ من سن شهر او من اول الاسنان ما تبدا تظهر لحد سنه ونص تقريبا، الام بتلف الشاش على ايدها وبتبدا تغسل بالميه اسنان الطفل، تبدا تغسل الاسطح الخارجيه والاسطح الداخليه، كل الاسطح اللي تقدر توصل لها. لكن بدءا من سنه ونص نبدا نعلم الطفل ازاي يمسك فرشه. للاسف ناس كتير تقول لك ايه، انا سني 30 سنه، انا سني 40 سنه ولكن ما اتعودتش اغسل سناني بالفرشه. ده بيجي من البدايه. دكتور هاله بتوصي بتقول هنا انه احنا من سنه ونص نبدا نعلم اطفالنا ازاي يمسكوا الفرشه، مش شرط ابدا تكون الفرشه عليها معجون، ولكن احنا عايزينه يتعلم انه في حاجه اسمها فرشه، في حاجه اسمها فرشه احنا المفروض نستخدمها. طيب قولي يا دكتور، كل الناس بتخاف مننا كأطباء أسنان، صح كده؟ بتخاف، بيجي يقولون امتى، يعني امتى وازاي اقول لهم لا والله احنا مش بنخوف، احنا جايين نعالجكم. ماشي. خصوصا الاطفال بيخافوا قوي من طبيب الاسنان، الام تعمل ايه عشان الطفل في البدايه بيكون هو ما يعرفش حاجه؟ امتى نبدا نقول له طبيب الاسنان ده حاجه حلوه، ده بيحافظ لنا على سلامه اسناننا، ده بيخلي مظهرنا كويس اول ما بنضحك، وخاصه ان الاسنان هي اول حاجه بنشوفها في الوش لما اي حد بيجي يبدا يضحك. ازاي نغرس العاده دي ان طبيب الاسنان حد حلو والله؟ ماشي، اوكي، ما هو الحاجه دي هتتغرس لما الطفل يجي لك مره وما تعملوش اي حاجه مثلا، يعني مثلا انت تكشف عليه، تعمل له اشورنس كده تطمنه، تعمل له اي بالونه، اي حاجه عندك تحايله بيها، دي الجلسه الاولانيه كده. وبعدين برضو بندي الانستراكشن للام او التعليمات ان هي بتمهد الموضوع، ولو في حاجه ينفع نشتغلها طبعا من غير بنج ممكن نعملها طبعا. وكمان شغل الاطفال اصلا بيبقى حاجه بسيطه جدا، مش زي الكبار، حتى لو هنعشي او هنعمل حاجه ما بيبقاش مؤلم جدا. بس هي الفكره كلها احنا والله عايزين اصلا الاطفال دول يحافظوا على اسنانهم وما يجوش، والاسنان تكون زي الفل. بس لو اضطروا يجونا دايما بنحاول ما نعملش اصلا اي حاجه في اول جلسه عشان الاشورنس بس، ودايما بنقول ممكن لو الام عايزه تعمل شيك اب وتتابع مع الدكتور على اساس تودي الطفل مثلا كل 6 شهور او كل سنه تطمئن على اسنان الطفل. ففي الحاله دي الطفل اصلا ممكن يبقى صديق الدكتور، او هيبقى عارف ان هو رايح مش شرط ياخد حقنه او هيتعمل له شغل كتير او يقعد فتره طويله. بس تمام. الجزئيه دي بالذات انا شخصيا كمشروع طبيب اسنان او كبدرس في اسنان انا استفدت منها. دكتور هاله بتقول الرساله للاطباء قبل الامهات، يعني الرساله دي للاطباء والامهات، لما تروح حضرتك عند طبيب اسنان وتلاقيه من اول جلسه بدا يحشي، من اول جلسه بدا يشتغل الطفل، فكده الطفل هيتصدم للاسف وهيكره طول عمره دكاتره الاسنان. وكمان حضرتك لو طبيب اسنان وبتسمعنا حاليا، من اول جلسه نبدا نمهد الطفل، نبدا نمهد له ان طبيب الاسنان ده حد كويس، ده حد بيفيده، ده حد بيحافظ له على مظهره، حد بيحافظ له على صحه اسنانه، عشان بعد كده ما تكلفوش كتير من شكله ومن مظهره ومن فلوسه ومن المال بتاعه. بشكر حضرتك، نورتيني، استفدت انا شخصيا منك، وكل الساده المشاهدين استفادوا منك، ويا رب نلاقيك تاني من جديد بانجاز اكبر وبطموح اكبر. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. للاسف فقرتنا انتهت ووقتنا انتهى، ولكن حاجه بسيطه قبل ما اختم، برنامج طبيب الاسنان والاذهان كل حلقه هقول كده، هو اول برنامج داخل مدينه الانتاج الاعلامي مخصص للمواهب، مخصص لاصحاب الهمم، مخصص لاصحاب الطاقه الايجابيه، اي حد عنده حلم، اي حد عنده هدف، اي حد عنده طموح، اي حد نفسه يوصل، اي حد نفسه يظهر اعلاميا،
كل اللي عليك تتواصل معانا على رقمنا اللي هيظهر على الشاشه دلوقتي، وتتواصل معانا على البيج بتاعتنا على الفيسبوك طبيب الاسنان والاذهان، تبعت لنا موهبتك، تبعت لنا مجال ابداعك، تبعت لنا مجال ابتكارك، وكن متاكد اننا هنكون لك السند والعون بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى. اشوفكم الخميس الجاي من 8 ل 9، الى اللقاء.